بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام متابعي قناة الهلال الفضائية في كل مكان داخل وخارج السودان. أسعد الله أوقاتكم أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. أمنياتي لكم بيوم سعيد ويوم جديد فيه كل الأمنيات التي تمنوها في هذا اليوم تتحقق، وأمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المرضى داخل وخارج السودان وكل بقاع المسلمين. أكيد يعني يأتي الصباح ودائما الموج الأزرق FM حاضر هذا البرنامج التفاعلي الذي نطرح فيه موضوع ونتناقش فيه جميعا مع جمهور الهلال الكبير داخل وخارج السودان، جمهور الرياضة بشكل عام إذا كان الموضوع أوسع من نادي الهلال، وكذلك أيضا حتى المواضيع الاجتماعية والثقافية والسياسية مع بقية الزملاء. لكن يبقى السبت الرياضي كالعادة للحديث عن الرياضة وعن تفاصيل الرياضة، وأكيد عناوين كثيرة في المخيلة كنت سنختار مع عنوان محدد إن شاء الله في هذه الحلقة. وأكيد التحية لكاستر الموجود معي في هذا الصباح بكل الزملاء الموجودين في قناة الهلال الفضائية، الزميل طبعا جلال الدين مخرج هذه الحلقة، ومهيد العجب وفخر الدين وبكر الحادو وسامي برهاني وكل الشباب الموجودين معنا في هذا الصباح دون فردهم التحية فردا فردا. أمنياتنا أن نقدم حلقة مميزة تليق بمستوى مشاهدتكم الكريمة، وأنتم أكيد دائما حاضرين في مشاهدة قناة الهلال الفضائية. نبدأ بلحن الصباح ثم نأتي نذكر بعنوان اليوم بإذن الله تعالى. حنين في نفسك
مسلسل في ضياء أسنانا في عصر I'm gonna make you mine.